وكده احنا عملنا اكبر برجر في العالم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تعملوا لايك شير وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وبس النهارده هو تحدي لانفسنا ان احنا هنعمل اكبر برجر في العالم. وعلشان نستخدم في مكونات العجينه نستخدم كوبايتين لبن ومعلقتين سكر وربع ومعلقتين خميره. نقلبهم وبعد كده هنسيبهم يعني نسيبهم لوحدهم كده على جنب عشان يتفاعلوا. لعجينة عيش البرجر هنستخدم 2 كيلو دقيق، يعني مش هنستخدم 2 كيلو، معانا دقيق 2 كيلو لجميع لجميع الاغراض، وهنستخدم نص الكميه بس. ومعانا معلقه خل ومعلقه ملح وماء دافئ يعني للاحتياجات، ومعايا معانا 3 كوباية زيت وزبادي والزيت اللي هو 3 كوباية وبرضه معلقة خل والزبادي. وهنحط الخميرة بعد ما تفاعلت. وطبعا احنا مش هنحط ميه عشان احنا طبعا هنحط لبن. طبعا دلوقتي احنا هنعجنها ميكس لمده 10 دقائق. اتخمرت واتنفخت، هننقلها بقى من هنا لهنا. يلا يلا وبعد ما فردناها في الصينيه هنسيبها متغطيه لمده 10 دقايق. اوكي كده احنا جايبين لحمة يعني اللي هي لحمة البرجر جاهز من الهايبر، ولو انتوا مش عايزين ممكن تجيبوا ممكن تجيبوا لحمة عادية وتحطوها. هنحطهم بقى بعد كده هنعجنهم. وطبعا هي جايه متبله وجاهزه ومن هايبر. واحده بقى فيها 6 قطع يبقى الطبقه دي كده تخينه. بعد ما عجننا بقت لينه ونقدر دلوقتي احنا ننقلها في صينيه تكون اكبر من الصينيه بتاعت العيش بتاع علشان يعني هي لو العجينه او اللحمه كشف ما يبقاش منظرها اللي هي اصغر من العيش. هننقلها بقى هنا. يلا ليتس جو. نمس كده بعد ما فردناها هندخلها في الفرن على درجه حراره متوسطه عشان تستوي. طبعا بعد ما
يعني فردنا العجينة وحطينا عليها فوطة وسيبناها تخمر، اتنفخت. ودلوقتي هنحط عليها بيضة ولبن وقهوة ثانية الذوبان والفانيليا. هنحط اللبن على البيض بعد كده الفانيليا والقهوة. وبعد ما خلطنا كل المكونات وضربناهم كويس، يمنى هتفردهم على العجينة بس بوراها علشان العجينة ما تهبطش. وطبعا بعد ما هنفردها هنحط عليه السمسم. وبعد ما فردت البيض انا دلوقتي هترش عليه السمسم ونحطه في درجة حرارة متوسطة. نحطه كله كده علشان يدي كده لون ونحطه فوق، وهنحطه على اعلى درجة حرارة لحد ما العيش يتخمر ويكبر ويستوي. عاد علشان نعمل البرجر او عجينة البرجر، هي دي طبقة السفلية ودي ده البرجر، والطبقة الكبيرة اللي هي على الوش لسه هناك مغطينها. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نزين او نحط نحشي. عشان ما بحبش الكاتشب بس خلاص بقى يلا نفرد. وهنا في عجينة البرجر حطينا جبنة شيدر مربعات علشان كده تسيح، علشان تدي كده اولا دي اللحمة مش العجينة. سوري. ونحط بقى سلايز التوميتو، حطها بقى كده. طبعا يا جماعة المغرب لسه مدنا واحنا لسه ما كناش اي شيء. دلوقتي هنحط الصوص بتاع البرجر. بعد ما خلصنا وحطينا يعني قطعة البرجر في الفرن، قسمناها كده ويعني حمرناها، يعني حمصناها كده من الحروف عشان تبقى زي البيج ماك، تبقى كريسبي كده. ودلوقتي احنا هننقل الجزء العلوي لل ميت البرجر. يلا جوس. واو شكله جميل. وبكده احنا عملنا اكبر برجر في العالم. ويارب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وبس وبكده احنا عملنا اكبر برجر في العالم واصغر برجر في العالم. ويارب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وبس باي باي.